السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا طلاب الصف الثاني الثانوي الشعبة العلمية، أهلا وسهلا بيكم. معاكم محمود رجب مدرس مادة الرياضيات. بعدنا دلوقتي مع مراجعة شهر أكتوبر لمادة الرياضة التطبيقية بالأخص فرع الاستاتيكا. هنعرف أول حاجة قبل ما نبدأ المراجعة محتوى شهر أكتوبر لفرع الاستاتيكا اللي أنت هتمتحن فيه. وعايز أنوه في حاجة، في حلقة تانية إن شاء الله هتكون موجودة، هيبقى حل اختبار شبه الاختبار اللي أنت هتمتحنه في المدرسة، هتكون موجودة على قناتي قناة تماس في الرياضيات، سايب لك اللينك بتاعها في وصف الفيديو، وكمان سايب لك ملف البي دي اف بتاع الحصه بتاعتنا النهارده. حصه النهارده هيبقى فيها شرح وحل تمارين، الحصه الثانيه اللي هي موجوده في وصف الفيديو هيبقى فيها حل اختبار صغير كده، مش هيجيب ربع ساعه، لان انت عندك عدد الاسئله صغير جدا في اختبار شهر اكتوبر لفرع الاستاتيكا. نبدا نسمي الله نشوف محتوى شهر اكتوبر لفرع الاستاتيكا اللي احنا هنمتحن فيه. عندنا الاستاتيكا دي الوحده الاولى، هنمتحن فيه اربع دروس. الاربع دروس، اول درس هو درس مقدمه في على المتجهات او مراجعه على المتجهات، هنعرف فيه يعني ايه متجه والصور المختلفه، وهنعرف فيه المحصله. الدرس الثاني اللي هو الدرس الاول بعد المقدمه هيبقى عباره عن محصله قوتان متلاقيتان في نقطه، هنعرف فيه لو عندي قوتين ازاي اجيب المحصله بتاعتهم. الدرس الثاني اللي هو تالت حاجه عندنا في المحتوى، لان اول حاجه المقدمه ده يعتبر درس لوحده، عندك تحليل القوة الى مركبتين. القوة المحصلة اللي انت جبتها ديت اللي هي هحللها القاف واحد وحللها القاف مين اتنين. اخر حاجة عندنا هنعرف ازاي نجيب محصلة عدة قوة مستوية متلاقية في نقطة. يلا بينا نسمي الله نبدأ بالمتجهات. المتجهات انت درستها في اولى ثانوي، فيها صور مختلفة، بس كلمة متجه لازم نعرف اللي هو عبارة عن قطعة مستقيمة ليها بداية وليها نهاية وليها اتجاه. فانا عندي صور كتيره بقى للمتجهات اللي هي القطع المستقيمه اللي لها بدايه ولها نهايه ولها اتجاه. الصوره الاولى اسمها الصوره الاحداثيه، قال لك لو انت حطيت المتجه بدايته واو ونهايته الف ده هيبقى اسمه متجه موضع. اي متجه بدايته نقطه الاصل هيبقى اسمه متجه ايه؟ موضع. بكتبه الاول واو الف اللي هو البدايه والنهايه، او ممكن طالما بدايته واو ما اقولش واو اقول الف متجه، يبقى انا خلاص اتفقنا طالما كتبته بحرف واحد يبقى البدايه بتاعته مين؟ واو. المهم المتجه ده اللي نهايته الف اللي هي عباره عن النقطه سير وصاد بيصنع زاويه اللي هي اسمها يا شباب سيتا. الزاويه اللي بيصنعها المتجه اسمها اتجاه المتجه. حلو، في بقى كذا صوره بكتب بيها المتجه دوت. اول صوره الصوره الاحداثيه، ودي بتبقى بدلاله النقطه النهائيه للمتجه اللي هو الزوج المرتب سير وصاد. يعني لو انت مشيت 3 وطلعت 4 او مشيت 4 وطلعت 3 هيبقى النقطه دي 4 وكام و3. تقدر تكتب المتجه واو الف او الف متجه بالزوج 4 وكام يا شباب؟ 4 و3. حلو، بطلب منك هنا حاجتين، المعيار بتاع المتجه والزاويه بتاعه المتجه. المعيار بجيبه ازاي؟ بنظريه فيثاغورس، جذر س تربيع زائد ص تربيع، يعني تربع الس تربع الص وتاخد الجذر. الزاوية بجيبها ازاي؟ قال لك بظل الزاوية، لان انت عند السيتا فعندك المقابل عندك المجاور فهتعمل الظاهر. هتقسم المقابل على المجاور عشان انت بتعمل شيفت تان للظاهر تاني. لو انا عايز اجيب سيتا بقول ظا سيتا بتساوي ص على س اللي هو المقابل على المجاور. طب لو عايز سيتا بعمل شيفت تان للص على مين يا شباب؟ على الس. تاني صورة هكتبها بدلالة متجهات الوحدة الأساسية اللي هي س متجه وص متجه. لو انت عندك المتجه 4 و3 عايز تكتب دلاله متجهات الوحده الاساسيه، تاخد السين اللي في الاحداثيه تكتبها وراها س متجه، وتاخد الصاد تكتبها وراها ص متجه، يعني الصاد 3. يعني المتجه 4 و3 في الصوره الاحداثيه في صوره متجهات الوحده الاساسيه هيبقى 4 في اتجاه س زائد 3 في اتجاه مين؟ ص. الصوره الثالثه والاخيره والمهمه الصوره القطبيه، دي بتلعب على المعيار بتاع المتجه والزاويه بتاعته. المعيار اللي هو بيتجاب بجذر س تربيع زائد ص تربيع، الزاويه اللي بتتجاب بشيفت تان ص على مين؟ على س. انا كده قلت لك كل الصور المختلفه للمتجهات. تعال ناخد تمارين. بيقول لك هات لي معيار المتجه ا اللي هو عباره عن سالب 3 س زائد 4. اولا الصوره دي ايه؟ دي صوره متجهات واحده اساسيه، فالصوره الاحداثيه بتاعتها هتبقى ايه؟ اللي قدام الس في السينات، اللي قدام الصاد في الصادات. عايز مين المعيار؟ المعيار شكله عامل كده. قلت لك من شويه ورا القانون ايه؟ جذر س تربيع زائد ص تربيع. يعني جذر
سالب 3 تربيع زائد 4 تربيع يطلع بكام؟ بخمسة. تختار الإجابة مين؟ الإجابة جيم. عندي حاجة تانية في الجزئية الأولانية، القوة المحصلة. لو عندي قوة قف واحد متجهة، وعندي قوة قف اتنين متجهة، وعندي قوة قف تلاتة متجهة. متجهة يعني عبارة عن أي شكل من الأشكال اللي احنا اتكلمنا عليها دي، وعايز أجيب المحصلة اللي هي هتبقى رمزها ح. فقال لك متجه المحصلة بيبقى المجموع الجبري للمتجهات، يعني القوة الأولى زائد القوة التانية زائد القوة التالتة. متجه المحصلة بيبقى المجموع الجبري للمتجهات، يعني لو عندك القوة الأولى واحد واتنين، ودي اتنين تلاتة وأربعة، ودي اتنين وخمسة، المحصلة هتساوي إيه؟ اجمعهم. فلما أجي أجمعهم أجمع السين مع السين مع السين، يعني واحد وتلاتة أربعة واتنين كام؟ ستة. اتنين وأربعة ستة، وخمسة كام؟ 11. يبقى الستة والحداشر ده متجه مين يا شباب؟ متجه المحصلة. لو طلب بقى منك معيار المحصلة فتعمل نظرية فيثاغورس 6 تربيع زائد 11 تربيع. لو طلب منك اتجاه المحصلة شيفت تان صاد على مين؟ على سين، وتعمل بالآلة شيفت تان. عندي حاجة تانية بقى مهمة، قال لك لو القوتان متساويتان في المقدار ولهم نفس خط العمل وفي اتجاهين متضادين. يعني انت عندك هنا واحد وواحد، وهنا عكسها في الاتجاه سالب واحد وسالب واحد، لما تيجي تجمعهم هيديك كام؟ هيديك صفر. يبقى القوة المحصلة لما يبقى القوتان متساويتان في المقدار ولهم نفس خط العمل مضادتان هتساوي صفر يا شباب، وساعتها هتبقى اسمها القوة متزنة. يبقى لو المحصلة بصفر تبقى القوة ساعتها ايه يا شباب؟ متزن. تعال ناخد بقى تمرين نطبق بيه على الكلام دوت. عندي قف واحد، عندي قف اتنين، عندي عايز مني المحصلة. المحصلة بتبقى المجموع بتاع القوة، يبقى هجمع قف واحد وقف اتنين، يعني هتجمع الخمسة والسالب تلاتة مع السبعة والاربعة، يعني هجمع السين مع السين والصاد مع الصاد، يعني خمسة وسبعة اتناشر، سالب تلاتة واربعة كام يا شباب؟ واحد. الصورة دي اسمها صورة احداثية، هو كاتبها كده احداثية؟ لا، ده هو كاتبها بصورة سين متجه وصاد متجه اللي هي متجهات الوحدة الاساسية. فهتاخد اللي قدامي اللي في السين تكتب وراه سين متجه، واللي في الصاد تكتب وراه صاد متجه، طبعا ما بكتبش واحد. يبقى هتدور في الاختيارات على 12 س زائد مين يا شباب؟ ص، اللي هي موجوده معاك الاجابه د. السؤال الثالث وسؤال مهم، بيقول لك اذا كانت مجموعه القوى ق1 ق2 ق3 متزن. القوه تبقى متزن امتى؟ لما يبقى المحصله بصفر متجه، يعني الس بصفر والص بصفر. هات لي بقى الالف زائد ب. اولا هجيب المحصله اللي هي عباره عن مجموعه ثلاث قوى اللي عندي واساويها بصفر متجه. يلا بينا نجمع القوة. الثلاث قوى قدام مني اهم، لما اجي اجمعهم اجمع اللي في السين مع اللي في السين مع اللي في السين، يعني هجمع أربعة وألف وسبعة، يعني ألف زائد 11، أربعة وسبعة 11 فاصلة. هتجمع اللي في الصاد سالب خمسة مع اللي في الصاد تلاتة مع اللي في الصاد سالب ب، فسالب خمسة زائد تلاتة سالب اتنين ناقص ب، دي كده متجه المحصلة. بيساوي صفر متجه، فالصفر ده برضو عبارة عن صفر متجه، ده عبارة عن متجه نقطة الأصل اللي هو صفر وكام؟ صفر وصفر. فأنت هتساوي اللي في السين باللي في السين واللي في الصاد باللي في الصاد، يعني هساوي أ زائد 11 بصفر وأطلع ال 11 بره، يبقى أ بسالب 11. هساوي سالب 2 ناقص ب بصفر طبعًا، وأطلع السالب 2 بره، يبقى سالب ب هتساوي موجب 2، هتغير إشارة الطرفين، يبقى ال ب بسالب كام يا شباب؟ بسالب 2. هو عايز مين؟ هو عايز أ زائد ب، يعني سالب 11 سالب 2، يعني سالب كام يا شباب؟ 13. سؤال من الاسئله المهمه جدا. بيقول لي في السؤال 4 قف 1 قف 2 قف 3 ثلاث قوى متلاقيه في نقطه، ومديني بقى المحصله، مش قايل لي اللي هي متزن. بس انت لو ركزت هتلاقي المحصله عباره عن 10 جذر 2 و3 باي على 4، يعني معيار وزاويه، يعني دي صوره قطبيه. وانت عندك القوى بالصوره الاحداثيه، يبقى انا لازم احول المحصله للصوره مين؟ للصوره الاحداثيه. تعال اقول لك بقى القصه. انت عندك الصوره القطبيه بتبقى عباره عن المعيار بتاع المتجه والزاويه. لو عايز تحولها الاحداثيه يعني س وايه؟ وص. فتضرب المعيار في جتا الزاويه تجيب الاحداث السيني، تضرب المعيار في جتا الزاويه اجيب الاحداث مين؟ الصادي. تعال كده واحده واحده. المعيار كام؟ 10. يبقى س بتساوي 10 جذر 2 جتا الزاوية دي 3 باي على 4، يعني 3 على 4 في 135 في 180 ب 135، هيطلع لك بسالب 10، دي السي. الصاد بتساوي ايه؟ المعيار في جا، يعني 10 جذر 2 جا 135 هتساوي كام؟ 10.
يبقى كده المحصلة بالصورة الإحداثية عبارة عن سالب 10 في السين و10 في الصاد. ليه عملت كده؟ لأن القوة إحداثية، فأنت لازم المحصلة تحولها إحداثية، لازم تجيب السين والصاد بتاعي. يلا بينا بقى نجمع القوة دي. عشان أجيب المحصلة اللي هي بسالب 10 و10، هنجمع اللي في السين 5 أ سالب 14 يعني أ ناقص 9، هنجمع اللي في الصاد 3 6 ب يعني ب زائد 9. المفروض ده المحصلة اللي أنا جبتها من شوية اللي هو مديني الناتج بتاعها على طول اللي هي سالب 10 و10. فأنت هتقسم الصفحة نصين، هتساوي اللي في السين بقى اللي هو أ ناقص 9 بسالب 10، وتساوي اللي في الصاد اللي هو ب زائد 9 ب اللي في الصاد بموجب 10. أطلع سالب 9 بعكس الإشارة، تبقى القالب بتساوي سالب 10 زائد 9، يبقى القالب بيساوي سالب 1. هطلع ال 9 بعكس الإشارة، يبقى ال ب بتساوي 10 ناقص 9، يبقى ال ب بتساوي كام يا شباب؟ 1. هو عايز الزوج أ ومين؟ وب. فأ بسالب 1 وب بكام يا شباب؟ ب 1. موجودة معايا في الاختيارات؟ موجودة معايا الإجابة من يا شباب؟ الإجابة الأولى. ندخل على الدرس الثاني اللي بيكلمك على إيجاد قوتان متلاقيتان في نقطة، محصلة قوتان متلاقيتان في نقطة. قال لك أنت في الدرس دوت بيديك القوة الأولى، بيديك القوة الثانية، بيديك الزاوية ما بينهم، وبيطلب منك المحصلة. هتقول لي يا أستاذ ما أنت لسه قايل المحصلة القوة الأولى زائد القوة الثانية زائد القوة الثالثة، لما أكون مديك المحصلة في صورة متجهات. لكن انا هنا لو اديتك مقدار بس المحصله، واديتك مقدار القوه، مقدار القوه الاولى، واديتك مقدار القوه الثانيه، مش متجه القوه الاولى ومتجه القوه الثانيه، هتعمل ايه؟ هتعملها بالدرس دوت. قال لك بقى انت بيبقى عندك قف واحد قف اتنين، وعندك ايه اللي هي الزاويه ما بينهم. ازاي اجيب المحصله بالقانون ده؟ جذر مربع القوه الاولى زائد مربع القوه الثانيه زائد 2 القوه الاولى القوه الثانيه جت الزاويه بينهم. حلو. في حاجه اسمها اتجاه المحصله، يعني الزاويه اللي هتصنعها المحصله مع القوه الاولى اللي هي اسمها ايه؟ قال لك بقى الاتجاه دوت انت بتجيبه بالقانون بتاع الظا. فقال لك هتستخدم ظا ايه بتساوي، خلي بالك هو بيحدد لك يا مع القوه الاولى يا مع القوه الثانيه، يعني انت عايز ايه دي هنا مع الاولى ولا مع الثانيه. فقال لك لو انت عايزها مع الاولى اكتب تحت قف واحد وبعدين زائد، وبعدين اكتب فوق قف اتنين وقف اتنين. طب لو عايزها مع الثانيه يبقى هنا قف اتنين وهنا قف واحد وهنا قف واحد. وبعدين الظا انت عارف ان هي جايه على جت، اشبهها كده، يبقى جه فوق جه تحت، جت تحت. الزاوية ما بين القوتين اللي هي مين يا شباب؟ اللي هي ي. يبقى قانون لإيجاد المحصلة، قانون لإيجاد متجه اتجاه المحصلة لو أنا عندي القوتين وزاوية بينهم. تعال كده نشوف مثال. قوتان متلاقيتان في نقطة مقدارهم 5 و 3، يبقى دي قف 1 دي قف 2، قياس الزاوية ي ب 60، هات لي المحصلة. القانون بيقول لي إيه؟ ح بتساوي جذر القوة الأولى تربيع زائد القوة الثانية تربيع زائد 2 القوة الأولى القوة الثانية جت الزاوية ما بين القوتين. يعني جذر القوة الأولى 5 تربيع زائد الثانية 3 تربيع زائد 2 في 5 في 3 في جتا كام؟ 60. دي هتروح مع دي عشان الجتا 60 بنص. دي 25 ودي 15 40 ودي 9، يبقى جذر 49 هيساوي كام؟ 7. يبقى المحصلة بكام يا شباب؟ ب 7. تعالى كده يعني أجيب لك الاتجاه بتاع المحصلة بالمرة في السؤال ده حتى لو هو مش طالبه. ظاهر هتساوي مع القوة الأولى قف 1 زائد هنا قف 2 هنا قف 2 هنا جا ي هنا جتا ي، قف 2 اللي هي 3 جا ي يعني جا 60، قف 1 اللي هي 5 قف 2 اللي هي 3 جتا 60. هتحسب دي بالايه؟ بالآلة، وتعمل لها شيفت تان تجيب زاوية ه. تعالى في حالات خاصة وعندي 6 حالات. الحالة الأولى لو القوتان متعامدتان، القوة الأولى عمودية على القوة الثانية يعني ي ب 90 درجة. القوانين دي جت من الحاله الاساسيه العامه اللي فاتت ديت. قال لك هتستخدم ان ح بتساوي جذر قف 1 تربيع زائد قف 2 تربيع. الزاويه قال لك هتستخدم قف 2 على قف 1. الكلام ده جه منين؟ قال لك انت كان بعد دي في القانون الكبير 2 قف 1 قف 2 جتا ايه؟ وانت هنا هما متعامدتان يعني ايه ب 90، فالجتا 90 بصفر فكل ده بيروح، فيتفضل لك اللي في الاول. القانون ده بيبقى قف 2 جاي ايه على قف 1 زائد قف 2 جاي ايه؟ جتا ايه؟ فجتا ايه ب 90 ده راح، وجا 90 بواحد، فدي ملهاش لازمه، فبقت قف 2 على قف مين؟ على قف 1. امتى بستخدم الحاله دي؟ لما يقول لك ان القوتان متعامدتان. تعالى شوف مثال. قوتان متعامدتان مقدارهم 12 و5 تؤثران في نقطه، هات لي المحصله. يلا بينا. ح بتساوي جذر القوه الاولى تربيع زائد القوه الثانيه تربيع، يعني جذر 12 تربيع زائد 5 تربيع، يعني كام يا شباب؟ 13. موجوده موجوده معايا الاجابه ج. لو طلب منك اتجاه المحصله في الحاله ديت، يعني الزاويه اللي بيصحها مع القوه الاولى،
تقول له ظا ه بتساوي قاف 2 على قاف 1 يعني 5 على 12، وتعمل بالآلة شيفت ايه تاج. الحالة الثانية في حالات محصلة القوتين، لو القوتين متساويتان في المقدار، قال لك لما يبقى القوتين متساويتان في المقدار المحصلة تبقى في النص، المحصلة تبقى في النص لو القوتان متساويتان في المقدار. يعني لو الزاوية بين القوتين 60، فانا اقدر كده اجيب ه اللي هي زاوية ميل المحصلة مع الاولى او مع الثانية، هتقسم ال 60 على 2 هتبقى دي 30 ودي كام؟ 30. يعني في الحالة دي مش هقول ظا ه بتساوي القانون الكبير والكلام ده كله، على طول هيبقى عندك ه اللي هي الزاوية بتاعت المحصلة مع القوة الاولى او مع القوة الثانية هتساوي ه على الاثنين، يعني الزاوية ما بين القوتين على كام؟ على 2. الحالة دي بيحصل لما يبقى القوتين متساويتين المحصلة تبقى في النص، فعشان كده بقول لك ان ه اللي هي اتجاه المحصلة بيساوي الزاوية ما بين القوتين على كام؟ على 2. المحصلة بجيبها ازاي؟ بقول 2 قاف، مفيش واحد ومفيش 2 لان هما الاثنين متساويين، يعني واحد هي قاف واثنين هي قاف، فبقول 2 قاف جتا الزاوية على كام يا شباب؟ على 2. استخدم الحالة دي امتى؟ لو قال لي القوتان متساويتان. تعالى كده، قوتان متساويتان الزاوية بينهم 90 اللي هي باي على الاثنين يعني 180 على الاثنين، ادي ايه؟ ب 180 على الاثنين يعني 90. هو ما قاليش متعامدتان، بس انا كده اكتشفت ان هما متعامدتان، ممكن استخدم حالة متعامدتان. المحصلة بكام؟ ب 8. هات لي مقدار كل من قوة. هشتغل انا بحالة متساويتان. ح بتساوي 2 ق جتا ايه؟ على الاثنين. ركز بقى. انا هنا مديك المحصلة اللي هي ح، احط مكانها 8. وعايز منك مين؟ كل قوة، يعني عايز ق. يبقى 2 ق جتا. ي بقى بكام؟ ب 90. على كام؟ على 2. يبقى 2 ق جتا 45. بتساوي كام؟ 8. جتا 45 دي اللي هي جذر 2 على 2 لما تحسبها بالآلة. الاثنين هتروح مع الاثنين، هيصبح عندك جذر 2 في ق بجذر 2 ق بيساوي كام يا محترم؟ بيساوي 8. هتقسم على جذر 2 في الطرفين، هيطلع لك ق ب 4 جذر كام يا شباب؟ جذر 2. مقدار كل قوه 4 جذر 2. يا رب تكون وصلت. تعالى كده في الحاله الثالثه، القوتين لهم نفس خط عمل ونفس الاتجاه، يعني القوتين ماشيين في نفس الخط ونفس الاتجاه. في الحالة دي الزاوية ما بينهم تبقى صفر طبعا لأن ما تفتحوش عن بعض. وساعتها المحصلة هتساوي مجموعهم قاف 1 زائد قاف 2. وساعتها المحصلة بقول عليها قيمة عظمى. يبقى لو أنا عندي قوة 5 وعندي قوة 3 وعايز المحصلة طالما في نفس الاتجاه هجمعهم. يبقى 5 و3 كام؟ 8. وساعتها المحصلة بتبقى أكبر محصلة ويبقى ساعتها اسمها قيمة يا شباب؟ قيمة عظمى. قوتان 6 و9 القيمة العظمى، مجموع القوتين اللي عندي. يعني 9 زائد 6 يعني كام يا شباب؟ 15. يعني اجابتك الاجابه مين؟ الاجابه د. الحاله الرابعه، قوتان لهم نفس خط عمل واتجاهين متضادين، قوه في اليمين وقوه في الشمال، يبقى الزاويه بينهم كام؟ اللي هي ايه؟ ب 180 ايه درجه. وساعتها بيبقى المحصله الفرق قاف 1 ناقص قاف 2 جوه قيمه مطلقه، لان انا مش عارف مين الكبير فيهم، فممكن يطلع لي الناتج بالسالب. بس المهم لو عايز تجيب المحصله لقوتين عكس بعض في الاتجاه اطرح الكبير ناقص من الصغير، او اطرح اي حاجه من الاثنين من بعض وخد قيمه ايه مطلقه، يعني طلع الناتج بالموجب. في الحاله دي لما يكون عكس بعض في الاتجاه بتبقى المحصله اصغر محصله ويبقى اسمها قيمه ايه؟ قيمه صغرى. تعال شوف مثال على الحته دي، قوتان تؤثران في نقطه ماديه مقدارهم 5 و8 اصغر قيمه للمحصله، الفرق ما بين القوتين، يعني 8 ناقص 5 يطلع لي كام يا شباب؟ 3. موجوده معايا؟ موجوده معايا الاجابه ب. السؤال الحالة الخامسة، إذا كانت القوتان متساويتان وفي نفس في المقدار ولهم نفس خط العمل وعكس بعض. يعني هنا قاف هنا قاف قد بعض وعكس بعض، لما هاجي أطرح حاجتين متساويين المحصلة تبقى بكام يا شباب؟ تبقى بصفر طبعا. آخر حالة وأهم حالة في الست حالات، المحصلة عمودية على القوة الأولى. دي القوة الأولى، دي القوة الثانية، المحصلة بتصنع زاوية 90، يعني أنا عندي ه. حلو. بستخدم قانون ايه؟ قال لك بتستخدم قانون المحصله تربيع بيساوي القوه الثانيه تربيع ناقص القوه الاولى تربيع. يبقى لو قال لك المحصله عموديه على القوه الاولى يبقى المحصله هتساوي ايه؟ القوه الثانيه تربيع ناقص القوه الاولى تربيع. وممكن طبعا تقول له ح بتساوي تاخد الجذر عشان ضيع التربيع، ق 2 تربيع ناقص ق 1 ايه؟ تربيع. الكلام ده جه منين؟ لان سيادتك دي القوه الاولى، دي ح عموديه عليه، دي القوه الثانيه. هنقلها بالتوازي فهتتنقل هنا، بقى المثلث ده مثلث قائم. عايز اجيب الوتر او عايز اجيب المحصله ضلع من اضلاع المثلث القائم، هيجيبها ازاي؟ تطرح الوتر القوه الثانيه تربيع ناقص القوه الاولى تربيع. طب لو قال لك عموديه على القوه الثانيه يبقى القوه الاولى ناقص القوه الثانيه. يبقى ثاني عموديه على القوه الاولى يبقى 2 ناقص 1
طب قال لك عمودية على الثانية، يبقى واحد ناقص مين؟ ناقص اتنين. ساعتها بقى بتستخدم الحالة دي، ودي مهمة جدا في بتحل لك مسائل كتير، إن القوة الأولى زائد القوة الثانية جت أهي بتساوي صفر طبعا. دي كانت فين؟ دي كانت في القانون ده، ظا أهي بتساوي قاف واحد زائد قاف اتنين جت أهي، وهنا قاف اتنين جاي أهي. أنت عارف إن هي ب 90 لأنه قايل لك المحصلة على الأولى، عمودية على الأولى. فظا 90 ده غير معرف، يعني رقم على صفر طبعا. فطالما رقم على صفر اللي هو الظا 90 غير معرف، يبقى المقام ساعتها هيبقى بكام يا شباب؟ هيبقى بصفر. فبستخدم الحاله ديت لما يقول لي المحصله عموديه على القوه الاولى. تعال نشوف مثال على الحاله ديت، بيقول لك قوتان متلاقيتان في نقطه مقدارهم 6 و3 والمحصله عموديه على احداهما. هات لي مقدار المحصله. مش محدد لي عموديه على مين، بس انت عارف ان هي فيها فرق، فلازم تبدا بمين؟ بالكبير. يبقى ساعتها ح هتساوي 6 تربيع ناقص 3 تربيع تحت مين يا شباب؟ تحت الجذر. يبقى 36 ناقص 9 يعني جذر 27 يعني 3 جذر 3. دور عليها في الاختيارات موجوده معاك الاجابه ب. احنا كده خلصنا الدرس بتاع محصله قوتان متلاقيتان في نقطه. عكسه بقى الدرس اللي بعد كده، تحليل قوه معلومه في اتجاهين معلومين. قال لك انت بيبقى عندك ح اللي انت كنت بتجيبها من شويه، وهناك كان بيبقى عندك قاف واحد وقاف اتنين. هنا بنعمل العكس، عندك مين؟ ح. عايزك تفكها لي القاف واحد وقاف اتنين. يعني انت لما كنت بديك القوتين بتجمعهم، دلوقتي هديك قوه واحده هتفرقهم هتحللها بقى. لازم يكون عندي الزاويه هي واحد والزاويه هي مين؟ اتنين. ما بين ح وقاف واحد وما بين ح وقاف مين؟ اتنين. تستخدم القانون ده لو عايز تجيب المركبه ديت بتاعت ح. قال لك تضرب ح في جا الزاويه البعيده عن قاف واحد يعني جاي هي اتنين على جا المجموع بتاع هي واحد وهي اتنين. يبقى تاني هيبقى عندي ح، هيبقى عندي هي واحد، هيبقى عندي هي اتنين، وهطلب منك المركبتين دولت يعني اللي جمعوا لي ح. فتضرب ح في جا البعيدة عن المركبة الأولى اللي هي اتنين على جا مجموعهم هما الاتنين. طب لو قال لك هات لي قاف اتنين، تضرب مين؟ ح في جا البعيدة الزاوية البعيدة عن قاف اتنين اللي هي واحد على جا مين يا شباب؟ على جا المجموع. أستاذي ما بفهمش إلا بأمثلة، تعال نشوف مثال. بتحليل القوة التي مقدارها 10 إلى مركبتين تصنعان 60 و90. أدي ال 10 حللتها المركبتين قاف واحد وقاف اتنين تصنعان 60 وكام؟ و90. هات لي قاف اتنين. قاف اتنين هتساوي ح جا ه واحد على جا ه واحد زائد ه اتنين. الكلام ده بيتعمل ازاي؟ ح اللي انت بتحللها 10، انت بتجيب قاف اتنين، مين اللي الزاويه البعيده عنها؟ 90 ولا 60؟ ال 60. يبقى جا ه واحد هتبقى ال 60 على جا المجموع 60 و90 100 وكام؟ 150. هتبقى 10 في جذر 3 على 2 على نص، فده يروح مع ده يعني 10 جذر كام يا شباب؟ جذر 3. موجودة معايا؟ موجودة معايا الإجابة من يا شباب؟ الإجابة ج. واحدة تانية، حلل ال 12 مركبتين قاف واحد وقاف اتنين والزاويتين أهم. عايز مين؟ عايز قاف واحد. يبقى قاف واحد هتساوي مين؟ ح اللي أنا بحللها جا الزاوية البعيدة عن واحد اللي هي 30 على جا المجموع بتاع الزاويتين اللي هو كام؟ 75. 12 جا 30 يعني بستة على جا 75. دور في الاختيارات مش موجودة. ممكن تحسبها وتحسب كل واحدة في الاختيارات. بس انا لمحت قطع والقطع دي مقلوبه جا، وانا طالع عندي حاجه في المقام فيها جا، فانا ممكن اطلعها فوق. يبقى 6 الجا تطلع فوق تتقلب تبقى قطع كام يا شباب؟ 75. يبقى فعلا اجابتك هتبقى الاجابه د. ممكن تعملها بالاله وتشوف مين في الاختيارات بيساوي الرقم اللي هيطلع لك بالاله من 6 على جا 75، او ممكن سيادتك تبقى عارف ان الجا تحت اطلعها فوق تبقى مين؟ تبقى قطع. عندي بقى حاله خاصه في الدرس دوت، تحليل قوه معلومه في اتجاهين متعامدين. يعني انا هحلل ح في اتجاه قاف واحد وقاف اتنين اللي مصنعها زاويه كام؟ 90. يلزمني الزاويه دي او الزاويه دي، فانا هشتغل بايه؟ تعمل ايه؟ قال لك لو عايز تجيب قاف واحد هتستخدم القاعده اللي انا بقول لك عليها دي. يبقى انا هنيم ح على قاف واحد، يبقى انا هشتغل بزاويه ه اللي ما بين ح وقاف واحد. فقال لك خد القاعده دي مني بقى، مطرح ما تنام خد جيب التمام. يعني ايه؟ يعني انا هنيم ح على قاف واحد عشان اجيب قاف واحد، يبقى هاخد الجتا اللي ما بين ح وقاف واحد، يعني هتبقى ح جتا ه. الكلام ده جه منين؟ جه من القانون الاساسي. قاف واحد بتساوي ايه؟ ح جا ه واحد على جا المجموع ه واحد زائد ه اتنين. فالمجموع بتاع الزاويتين 90، فجا 90 بواحد ملهاش لازمه. ه واحد يعني الزاويه البعيده عن قاف اللي هي ال 90 ناقص ه. فال 90 بتخلي الجا ايه؟ جتا، وتمسك في مين؟ في ه. بس انا مش بعملها باب القانون دوت، لا انا بنايم هنا تبقى ح جتا الزاويه دي. الثانيه هتبقى هي هي بس شيل الت، هتبقى ح جا مين يا شباب؟ جا الزاوية. يعني إذا حللت القوة 100 إلى قوتين وكانت القوتان والقوة مقدرة بنيوتن، هات لي قاف واحد وقاف اتنين.
مش قايل لي كلمه متعامدين، يعني مش بحلل 100 قوتين متعامدين، بس عامل لي في الرسمه ان الزاويه بينهم 90. يبقى انا كده بحلل القوتين، القوه ديت لقوتين متعامدتين. عندي الزاويه ما بين ال 100 وقاف واحد، يبقى اقدر اجيب قاف واحد هشتغل بالجتا، هتبقى 100 جتا الزاويه اللي هي 60. اللي فوق بقى دي هتبقى هي هي بس شيل التي، هتبقى 100 جا كام؟ جا 60. طب ممكن واحد يبقى عنده الزاويه دي ما بين 100 وقاف 2، يبقى قاف 2 هتبقى 100 جتا الزاويه دي اللي هي ما بينها وما بين قاف 2، والثانيه هتشيل منها الايه؟ التي. اشتغل باي زاويه يعني. طيب هو عايز مين قاف واحد؟ هتحسب ديت هتلاقيها 50. هتحسب ديت هتلاقيها 50 جذر 3. يبقى قاف واحد ب 50، قاف 2 ب 50 جذر 3، دور عليها في الاختيارات، موجوده معايا الاجابه منها يا شباب، الاجابه الاولى. السؤال الرابع، قوة مقدارها 20 تعمل في 30 شمال الشرق، ادي ال 20 ما بين الشمال والشرق، ال 30 بتروح مع الاتجاه البعيد يعني مع الشرق. تم تحليلها لمركبتين متعامدتين، يبقى تستخدم قاعدة مطرح ما تنام خد جيب التمام. هات لي مركبتها في الشمال. يبقى المركبة العمودية عليها اللي هي هتبقى فين؟ في الشرق. يلا بينا هحللها هنا الأول في الشرق، هتبقى في الشرق. 20 جتا الزاوية ما بينها وبين الشرق اللي هي 30. يبقى في الشمال اللي هو عايزه هتبقى هي هي، يبقى هنا 20 جتا 30 وهنا 20، هشيل الت منها تبقى جا كام يا شباب؟ جا 30. 20 جا 30 يعني هطلع لي بكام؟ ب 10. السؤال رقم 5، قوة مقدارها 10 جذر 2 تعمل في اتجاه الجنوب الشرقي. هنرسم الإحداثيات. الجنوب الشرقي أهو، يعني ما بين الجنوب والشرق ده الجنوب الغربي، الجنوب الشرقي أهو. مش حاطط لي زاوية، يبقى ده 45 وده 45 يعني في النص. القوة كام؟ 10 جذر 2. هات لي مركبتها في الجنوب. في الجنوب. يبقى هنيمها على الجنوب. يبقى هاخد الزاوية ما بينها وبين الجنوب في جتا. يبقى 10 جذر 2 جتا 5 وكام؟ و40. تطلع لك بكام يا شباب؟ تطلع لي ب 10، دور عليها موجودة معايا الإجابة مين؟ الإجابة ب. طب لو عايزها في الشرق، أنت عملتها هنا جتا 10 جتا 5 جذر 2 جتا 45، تبقى هنا 10 جذر 2 جا 5 وكام؟ و40. هطلع برضو بكام؟ ب 10. اخر حاجه في الدرس دوت اللي هو المستوى المائل. المستوى المائل بقول لك جسم اتحط على مستوى مائل. مائل يعني بصنع مع الافق زاويه اسمها اهي. فاول حاجه بتعملها سيادتك بتنزل وزن الجسم ده. فالوزن بينزل ايه؟ راس، يعني عمود على مين؟ على الافق. حلو. هطلب منك ايه؟ حلل لي الوزن ده في اتجاهين متعامدين. واحد في اتجاه المستوى يعني قاف واحد، والتاني في العمود على المستوى يعني قاف مين؟ قاف اتنين. الزاويه هي ما بين ده وده كام؟ قائم. بعملها ازاي؟ الزاويه دي هندسيا هي هي الزاويه دي، وانا هجيب قاف 2 هتبقى واو جتا الزاويه دي يعني جتا اهي زي ما لسه قايل لك في التحليل بتاع المتعامدين، وتبقى هنا واو جاي مين يا شباب؟ جاي اهي. ثبت قاعده، يلا هات لي قاف 1 هتبقى واو جاي اهي، هات لي قاف 2 واو جتا مين؟ واو جتا اهي. نقوله تاني، حطينا جسم وزنه 30 على مستوى بيصنع زاويه 60 مع الافق، حللهولي في اتجاه المستوى في اتجاه العمودي. قلت لك بقى هندسيا الزاويه بتاعت ميل المستوى مع الافقي اللي هي الزاويه دي هي الزاويه دي. ليه؟ لان انت لو جبت دي هتلاقي كام؟ دي 90، لان ده راسي وده افق، ودي هتبقى بكام؟ 30، ودول متعامدين، دي 30 يبقى دي كام؟ 60، مع على طول دي بتساوي دي. هجيب دي الاول، يبقى هاخد الزاويه ما بينها وما بين مكانها اللي هي 60، يبقى 30 جتا 60، وتبقى في الجنب الثاني بالجا، 30 جا مين يا شباب؟ جا 60. يا رب تكون وصل. مثال اهو، جسم وزنه 10 يميل على مستوى افقي، وضع على مستوى مائل يميل على الافق بزاويه 30، يعني الزاويه دي 30 اهي. هات لي مركبه وزن الجسم ده في اتجاه خط اكبر من الاسفل في اتجاه ده، يبقى انت هتحللها في اتجاه خط اكبر من والعمودي عليه. دي 30 قلنا دي هتبقى 30، هتحللها هنا هتبقى 10 جتا 30، مطرح ما تنام خد جيب التمام، وهتبقى هنا 10 جا كام يا شباب؟ 30. 10 جا 30 يعني 10 في نص يعني 5، يعني اجابتك الاجابه مين؟ الاجابه ج. رقم 7، وضع جسم وزنه واو على مستوى املس يميل على الافق بزاويه سيت. حرس، ادي الجسم هنزل الوزن عمودي بيصنع زاويه سيت، فان مركبه الوزن في اتجاه المستوى في اتجاه مستوى دي هتبقى سيتا زي دي، هتبقى هنا واو جتا سيتا، مطرح ما تنام خد جيب التمام، وهتبقى هنا هي هي بس بالجا، واو جا مين؟ سيتا، يعني اجابتك الاجابه مين يا شباب؟ الاجابه ب. اخر حاجه معانا في محتوى شهر اكتوبر لفرع الاستاتيكا، درس سهل جدا، محصله عده قوى مستوي. هكون مديلك قوه اولى
بتصنع زاوية هي واحد ومدي لك قوة تانية، بتصنع زاوية هي اتنين ومدي لك قوة تالتة، بتصنع زاوية هي تلاتة وبدي لك كذا قوة وبديك الزاوية بتاعتها، يعني القوة والصورة والزاوية بتاعتها، يعني كده الصورة القطبية. وهطلب منك المحصلة، فالمحصلة عبارة عن سين وصاد مركبة في السينات ومركبة مين في الصادات. ركز بقى بجيب مركبة السينات ازاي. قال لك انت كل قوة بديها لك بتحط المعيار وتحط الزاوية، فهنا القوة الأولى زاويتها هي واحد، القوة التانية زاويتها هي اتنين، القوة التالتة زاويتها هي مين تلاتة. فانت عايز تجيب المحصلة، فالمحصلة عبارة عن سين وصاد، فبتجيب السين ازاي؟ لسه قايلها لك في درس المتجهات، تضرب القوة في جتا الزاوية، قف واحد هي جتا هي واحد زائد القوة التانية في جتا الزاوية بتاعتها زائد وهكذا. طب اجيب الصاد ازاي؟ اضرب القوة في جا الزاوية واضرب القوة التانية في جا الزاوية بتاعتها وهكذا. يبقى انا كده جبت مركبة السينات ومركبة الصادات بتاعت المحصلة، يبقى ساعتها المحصلة هتساوي س تربيع زائد ص تربيع، لان انت جبت السين والصاد بتاعتها، فيبقى المحصلة معيارها جذر س تربيع زائد ص تربيع. ظل الزاوية بيساوي ص على مين؟ على س. مش فاهم يا استاذ، مش هتفهم الا بالرسم. يلا بينا نشوف مثال. بيقول لي تكون محصلة القوة في اتجاه ايه؟ طبعا لو ركزت هتلاقي ادي قوة ادي التانية ادي التالتة، فانا عايز اجيب محصلة القوة دي بالراحة. هعمل جدول، الجدول ده هيتحط فوق القوة الأولى 6 جذر 2 بتصنع زاوية، الزوايا كلها بتبدأ تقيسها من الشرق، فهي في الشرق أصلا يعني زاويتها صفر طبعا. القوة التانية 6 جذر 2 هي في الشمال بتبدأ تقيس من الشرق يعني الزاوية 90. القوة التالتة 12 هي ما بين الشمال والغرب، ودي بتساوي دي يعني دي 45 ودي 45، فتبدا تقيس من الشرق لحد هنا يعني بعد ال 90 ب 45 يعني 135. المحصله ليها مركبه سينات ولها مركبه صادات، مركبه السينات تضرب القوه في الجتا يعني 6 جذر 2 جتا 0 طبعا زائد 6 جذر 2 جتا 90 زائد 12 جتا 135. دي بصفر ملهاش لازمه، الجتا صفر بواحد فتبقى 6 جذر 2، وديت هتطلع بجذر 2 على 2 بالسالب 6 جذر 2 هيطلع لك بصفر طبعا. هات لي الصاد، هي هي بس شيل الت، يبقى 6 جذر 2 جا 0 زائد 6 جذر 2 جا 90 زائد 12 جا 135 هيطلع لك ب 12 جذر 2، 12 جذر 2. ركز بقى معايا، عند السين عند الصاد هو عايز مين اتجاه؟ لو عايز المحصله جذر س تربيع زائد ص تربيع، بس هو مش عايز المحصله، فهتربع الصفر بصفر طبعا، هتربع 12 جذر 2 وتاخد الجذر، يعني هتفضل 12 جذر مين؟ جذر 2. حلو، ركز بقى معايا اكتر في الحته اللي جايه دي. الاتجاه بيجيبه بظل الزاويه بيساوي ص على مين؟ على س. فالصاد بكام؟ ب 12 جذر 2. على س بكام؟ بصفر، يعني غير ايه؟ غير معرف. يعني الزاوية كام؟ 90 لو انت هتفتكر من شوية. الزاوية 90 يبقى هي فين؟ تصنع مع الشرق طبعا 90 لان كله بيتقاس من الشرق، يبقى هي فين؟ في الشمال، يبقى اتجاه المحصلة هيكون فين يا شباب؟ في الشمال، يبقى اجابتك الاجابة مين؟ الاجابة ديت. تعال شوف مثال تاني اكبر من اللي فات، هو هو بس يعني تحس ان هو ايه يعني صعب، لان شكله مقالي كده ويخض، بس هو نفس اللي فات، بس اللي فات كان مرسوم. انت هنا بقى هترسم ثلاث قوى مستوى متلاقية في نقطة مقدارها 40 30 40. تؤثر الأولى في 60 غرب الشمال، أجي راسم الاتجاهات. الأولى 60 غرب الشمال يعني بين الغرب والشمال أهو. الأولى دي اللي هي كام؟ 40. ال 60 قلت لك بتروح مع الاتجاه البعيد يعني مع الشمال. التانية في الغرب. التانية اللي هي 30. ال 40 في 30 شمال الشرق يعني بين الشمال والشرق. أدي ال 40 الأخير. ال 30 تبقى مع مين؟ مع الشرق. شكرا. بقى كده عندي كام قوه؟ 40 30 40. تعالى بقى نعمل الجدول بتاعنا، يلا بينا. الجدول مش لازم تكتب القوه بالترتيب، عادي بقى حسب ما انت شايف. من هنا 40 زاويتها من الشرق 30، 40 زاويتها من الشرق بعد ال 90 ب 60 يعني 150، 30 زاويتها تبدا تقيس من هنا هي في الغرب يعني 180. يلا بينا نجيب السي، 40 جتا 30 زائد 40 جتا 150 زائد 30 جتا
100 وكام؟ 180. هتحسبها بالآلة هتلاقي بتساوي سالب كام يا شباب؟ سالب 30. تعالى جيب الصاد، دي هتطلع بسالب 30، دي هتروح مع دي، لان دي هتطلع بسالب 20 جذر 3 ودي ب 20 جذر 3، يا هيروحوا مع بعض هيطلع لك دي سالب 30. ماشي، احسب بالاله برضه. الثانيه هتبقى بالجا، 40 جا 30 زائد 40 جا 150 زائد 30 جا 100 وكام؟ 180. دي بصفر، دي هتطلع ب 20 ودي ب 20، يعني هتطلع بكام يا شباب؟ ب 40. المحصلة جذر س تربيع زائد س تربيع، يعني هتربع السالب 30، يعني السالب هيتاكل، يعني 30 تربيع زائد 40 تربيع تطلع بكام يا شباب؟ تطلع ب 50. نفس الوحدة بتاعتهم اللي هي مين؟ اللي هي نيوتن. دي فكرتها مهمة جدا وداخلة في شهر أكتوبر، يعني لازم يركز لك عليها. عندي مسألة ثانية نفس الكلام بس رسمها لك في شكل هندسي، أ ب ج د ش مربع، الصالة القوة 5 8 4 جذر 2 8. هات لي محصلة في الصورة القطبية، اعمل الجدول. القوة الأولى 5، القوة الثانية 8، القوة الثالثة 4 جذر 2. الخمسة، لكن لو عملت دي الإحداثيات كده. الخمسة كده في الشرق، يعني زاويتها صفر. الأربعة جذر 2 ده القطر بتاع المربع، فالقطر بينصف، يبقى دي 45 ودي 45. يبقى الزاوية هنا بتاعت الأربعة جذر 2 45. الثمانية كده لما عملت الإحداثيات نقطتها نقطة الأصل، فالثمانية كده في الشمال، يعني زاويتها 90. تقدر تجيب بقى السين واقدر اجيب الصاد، السين والصاد. 5 جتا الزاوية 0 زائد 8 جتا الزاوية 90 زائد 4 جذر 2 جتا الزاوية كام؟ 45. دي بالتالي هتبقى بالجا، 5 جا 0 زائد 8 جا 90 زائد 4 جذر 2 جا 45. دي ملهاش لازمة، دي ب 5، دي هتبقى ب 4، يعني هيطلع لك 9. هات لي الصاد، دي هتطلع ب 4، دي هتطلع ب 8، دي هتطلع بصفر ملهاش لازمه، يعني ب 12. هات لي المعيار، جذر س تربيع زائد ص تربيع، يعني جذر 9 تربيع زائد 12 تربيع، يعني هيطلع لك 15. هات لي الزاويه، ظا س بتساوي ص على س، يعني 12 على 9. تعمل الاله شيفت تاني هتلاقي ان س بتساوي 53 درجه و8 دقائق. يبقى الصورة القطبية معيارك 15، زاويتك 53 و8، موجودة معايا الإجابة من يا شباب، الإجابة ج. بالسؤال كده اللي فات نكون وصلنا لختام حلقتنا، مراجعة محتوى شهر أكتوبر لمادة الرياضة التطبيقية فرع الاستاتيكا، راجعنا على أربع دروس كانوا مهمين جدا. عايزك بقى بعد ما تسمع حلقة المراجعة تنزل في وصف الفيديو تسمع حلقة حل الاختبار المماثل لاختبار المدرسة، هيبقى اختبار صغير جدا، يعتبر هياخد معانا بتاع ربع ساعة، لأن عدد الأسئلة عندك في الاستاتيكا صغيرة جدا، وملف بي دي اف الحصة برضو موجود عندك في وصف الفيديو. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.